إلى موضوع آخر، أين يحافظ شباب الريف بولاية تيارت على حرفة تربية المواشي؟ هو حال شاب مختار الذي اختار الأضاحي لتحضيرها من أجل عيد الأضحى. ديار بن داود. قصد الاطلاع أكثر على عالم تربية الماشية، خاصة تربية الكباش، كانت لنا جولة بعمق ولاية تيارت، وبالذات لدى أحد الشباب الذي ورث هذا العمل عن والده وهو يمارسه ويتقنه اليوم رغم الصعوبات التي تواجهه. التربية صعبة شوية، ملي يكون خروف كي يولد عندك تربيه بسياسة، داويه، تهلا فيه. اللي زاد في سبتمبر احنا اليوم نقولوا له بكري، عنده ويموا ديموا وثني، اللي عندها عامين اللي زاد في سبتمبر تاع الاول عام الاول وجاي طالع، هذا هو ثني اللي يخرج كما نقولوا تقريبا كبش تاع العين. الماكله المليحه 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 اللي عندنا هي الماكله الناتيريال، شير وفارينه ونخاله. كان عندنا السوردي والحمراء عندنا قليله تاع بلادنا، راها نقصت، كانت بزاف راها نقصت، وكاين الكبش الابيض، اغلبيه الابيض عندنا بزاف. فهذا المربي يرى أن الأسعار تتماشى ونوعية الكباش التي تتوفر فيها شروط الأضحية وتكون مطلب المواطنين لأدائها يوم العيد. اثني هذا والكبش من 45 إلى 700، كاين تاع 35 اللي عنده 6 موا 7 موا 35 38، بصح كيما نقولوا الكبش تاع العائلة اللي قد عائلة من 45 ل 70. كبش بلادنا ما اوضح حتى كبش، واللحم اللي في بلادنا ما اوضح حتى بلاد واحده اخرى ما تعوضه. اللي يجيب اللي يجيب من هيها ويجي لهنا ماهيش هماته كاين ولا ما كاينش عندنا، راه هماته هو شي دخل هو هذا كان. تبقى الكباش الجزائريه من افضل سلالات الكباش عالميا لما تتميز به من عده نواحي، وهو ما يستلزم الحفاظ عليها من خلال تدعيم مربيها الحقيقيين.